مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من نواحي مدينة أكادير وبالضبط بمنطقة أورير. ربما هذا الشخص اللي أمامنا هو رب أسرة وأب لمجموعة من الأبناء، طبيعة الحال اللي تعرض لواحد حادثة سير مروعة شهدت الطريق الرابطة بين مدينتي العيون وطرفايا سنة 2019. تفاصيل هذه الواقعة التي هزت الرأي العام آنذاك بمنطقة طرفايا والعيون، طبيعة الحال اللي تسببت مجموعة من الضحايا الذين نقلوا على عجل نحو المستشفى بالمهدي بالعيون بطبيعة الحال، والضحايا الذين أصيبوا بهذه الحادثة استفادوا من تعويضاتهم المادية جراء العجز بطبيعة الحال وجراء أيضا الخسائر المادية التي لحقت بالسيارة ديالهم. لكن الضحية اللي أمامنا حسب اللسان ديالو بطبيعة الحال يحكي بمرارة كيف أصيب بعدة جروح وظل بالمستشفى لمدة معينة، وأيضا لم يعد بالاستطاعة ديالو العمل آنذاك، وطالب يعني بالتعويض لكن هو لم يستفد من أي تعويض، واليوم بغى يوجه الرسالة ديالو للمسؤولين ونتمنى أن تصل رسالته للأذان الصاغية بطبيعة الحال. تفضل أسيدي، الاسم ديالك. السلام عليكم، اسمي حسن أبي اللواء حسن. وقعت لي حادثة في حادث السير. حاول السي أبي اللواء تهضر بالجهد. وقعت لي حادث السير في نواحية العيون في الدورة. خرج فيا واحد دخل فيا في دوبل ودخل فيا. شنو انت كنت راكب؟ نعم. شنو كنت راكب؟ الطوموبيل بيرلانغو. بيرلانغو. كنت راكب وخرج فيا هذاك السيد خرج فيا دوبل وخرج لقاني قدامه دخل فيا. دخل فيا. حنا مشينا للسبيطار مع دوك الناس اللي معايا كاملين مشينا للسبيطار. و اللي مشينا للسبيطار الطوموبيل. مشات لا فيري قتلها الاكسبير مشات ما يعني كامله ما بقاش صالحه مشات دخل قتلها الاكسبير. واش شحال من واحد تصاب في هذه الحادثه؟ انا معايا اربعه الناس وانا خمسه. يعني خمسه الضحايا؟ خمسه. باش تصابيتي انت شنو؟ انا ترست من الصدر ديالي. ترسي من الصدر؟ ترست من الصدر شهرين. إيه؟ وانا جالس. ايه شهرين وانا جالس في الدار. والناس الاخرين؟ الناس الاخرين مشاو للسبيطار جلسوا في ثاني تاهما شي شهر وخرجوا، لكن خويا كيتعينوا. مشاو سميتو مشينا هما مشاو للسبيطار انا جيت للدار جلست فيها شهرين. شهرين فاش داروا محامي عيطوا عليه قال لها لقينا واحد المحاميه مزيانه غتعاود تقفل لنا في سميتو في الجره ديالنا في الحديد ديالنا. مشيت معاهم لا سميتو مشيت معاهم عند محاميه شدات عندي الدوسي شدات عندي كلشي الوثائق شدات عندي الوثائق فقاس سميتو فقلت ما عيطت عليها ما كتجاوبنيش كنمشي عندها خمسه د الخطرات وانا كنمشي عندها من 2019 كنمشي عندها كنقول كتقنع عليا وكنرجع لا واه راه كورونا لا واه ما خدامينش لا واه سميتو. المهم الدوسي ديالهم ما دفعتوش نهائيا نهائيا. ملي سميتو تزل الحكم انا ما كان سميتو الناس اللي معايا استفدوا في الحكم ديال سميتو في التعويض ديالهم انا ما استفدت والو. وقت ما مشيت عند لاسوراج كيقول لي على حساب المحكمه. ملي مشي عند هذيك المحاميه كتقول لي راه باقي داك الشيء مازال ما تحكم. عاود عليا الدري الاخبار قال لي حنا الدوسي راه تحكم وخرجوا التعويضات ديالهم. انا ما شدتش هذوك الضحايا شدوا التعويضات ديالهم. وانت؟ انا ما شديت والو ما شديت والو على الدوسي ديال ما دفعتوش هذه. فاش مشيت عندها قلت لها فين الدوسي ديال علاش ما دفعتي قلت لي راه ما انا مسؤول لك واحد استاذ اخر. انا استاذ اخر اللي مسؤول لك قلت لها علاش شديتي الدوسي ديالي وهي تعطيني ورقي قالت لي سير شوف اش دبر راسك راه انا ما مكلفش بك. يعني كتشوف راسك كتشوف راسك انت ضايع؟ اه كنشوف انا راسي ضايع فين ما ملي كنمشي عند لاسوراج ملي كنمشي عند لاسوراج كيقولوا لي على حساب المحكمه. انا ما فقيت ما عرفتش غندير وانا ما قاريش ما عرفت والو. سير باش نسجل نيتوك سير تفضل. نعم سير كمل. انا ما قاريش ملي الطوموبيل سميتو عيط على الاكسبير قال لي راه حديد لك الطوموبيل
دابا 4 د الملايين. قرب الميكروفون فمك. قال ب 4 د الملايين. ملي عديت ليه عديت الوثائق كلشي سميتو دفعت الكارت كريز الطرو ولا كديت لهم الاوراق جيت عند سميتو عمر الصراج كيقول لي على حساب المحكمه سير على حساب المحكمه وخنا نستنى كيقول لي على حساب المحكمه داكشي تسنيت تتحكم الحكم كان قراتي ما كاينش كاع في الحكم انا ما كاينش كاع تما ملي جيت عند التعويضات ديالك ضاعوا انا ضيعت في التعويضات ديالي لا طوموبيل لا صحتي صحتك يعني كي بقات لا صحتي نعم يعني صحتك ربما ما بقيتيش كما كنت مره مره كيرجع لي داك الشيء راه سميتو راه ترى غير سادي في سميتو في الصدر العمود الفقري ما لا في ضربني ليرفاك ليرفاك ضربني في صدري وتهرست فيه انا شهرين وانا جالس في الدار يعني شهرين وانت ما خدامش انا شهرين ما خدامش جالس ولكن ملي كنمشي عند ملي نمشي كنمشي عند المحاميه ما كتقني عنو نرجع خمسة د الخطر كان خصها 30000 في الخطره من هنا كدير حتى العيون ومن هنا 3 ايام 4 ايام الرساله ديالك المسؤولين نعم رسالتك المسؤولين شنو ايوا واش كطالب انا كنطالب انا ثلاث تعويضات ديالي اللي كنطالب كنطالب على التعويضات ديالي انا كنطالب حتى حاجه الا التعويضات ديال الخاسر اللي مشى ليا انا ضحيه ماشي انا ماشي فوتي داك اللي ذبلني هو اللي فوتي لقاش ذبل وكيلقاني قدامه تلاقينا طوموبيلات طاقه طوموبيلات بجوج مشاو بجوج هادشي هادشي اللي كاين رغم اللي سميتو الطوموبيل ديالي مشات كنطلب التعويضات ديالي انا شكرا لك شكرا لك